السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت لكم مجددا في عالم الطيور، خاصة منها طيور الكناري، وفي موضوع جديد وهو تعريض الطيور، طيور الكناري، إلى الشمس، أي تشميس طيور الكناري خاصة بعد فترة استحمام. من الضروري تعريض الطائر إلى الشمس لأنها ضرورية للحفاظ على صحتهم، شرط أن لا تتجاوز 15 دقيقة إذا كانت فترة الصيف، وإذا كانت فترة الشتاء أو فترة خريفية فلا بأس من إضافة وقت إضافي على أن لا تتجاوز 20 دقيقة أو نصف ساعة. إذن في فترات الصيف يجب تشميس الطائر في الصباح حتى لا يتعرض للمرض نتيجة إصابة بشمس حارقة، مما يثير أو يؤثر على صحته. أما في فترة الشتاء أو الخريف فيمكن تعريضه للشمس في فترة الزوال، لأن الشمس لا تكون بالشدة التي يمكن أن يصاب فيها الطائر بالمرض، تكون الشمس خفيفة وليست حارة. في الصيف ينصح بتعريض الطائر للشمس في الصباح أو المساء بعد 5 مساء، لأن الجو حار، وإن كان ليلا فالجو معتدل. أما في فصل الشتاء أو الخريف فينصح بالتشميس في الزوال في الظهيرة، لأن تعريض الكناري لتشميسه في الصباح يكون الجو لازال باردا، وكذلك في الفترة المسائية بعد 5 مساء وقت الغروب يكون الجو بارد كذلك، فلا تؤثر على طيوركم ولا تعرضهم لهذه المخاطر. إذن التشميس في فصل الشتاء يكون ضروري وواجب أكثر مما عليه في فصل الصيف، لأن الحرارة قائمة في طيلة فترات اليوم، لذلك يجب التشميس في فترات البرد، أي في فصل الخريف أو الشتاء، لمدة مرتين أو 3 مرات على الأكثر في الأسبوع. أما في الصيف فمرة واحدة تكفي أو مرتين. ويستحسن تشميس الطائر بعد تقديم إناء الاستحمام، أي بعد الاستفادة من فترة استحمام. موضوع الاستحمام هو موضوع مستقل، له فيديو خاص يشرح ذلك من فوائد الاستحمام وكيفية تقديم إناء الاستحمام والمواد المقدمة في إناء الاستحمام ومدة الاستحمام، كل ذلك في فيديوهات مستقلة في القناة، لأن هذه الحلقة متخصصة في موضوع التشميس فقط. إذن فوائد التشميس بالنسبة للطائر عند تعريضه للشمس، فإن جسمه ينتج الفيتامين الدي، أي أنه يستفيد من مادة الكالسيوم الذي يفيد الطائر في بناء عظامه والحفاظ عليها من الهشاشة حتى تتقوى ويحافظ على جسمه ويصبح حيوي ونشيط. كذلك يساعد الإناث على تكوين قشرة الأرض البيض في فترة ما قبل الوضع. تشميس الطائر الكناري يساعد على طرد جميع الحشرات بجسم الطائر، ويعالج جميع الأمراض الجلدية والمحيطة به. عن طريق التشميس يستطيع الطائر من الحفاظ على جمال ريشه، فيصبح الريش لامع وجميل خاصة بعد فترة القلش.